تقتل الأطفال انتقاماً من أمهاتهم. أنعوشة، طائر الموت في الموروث الشعبي التونسي. خرافة شعبية يتداولها التونسيون حول طائر ضخم من أنواع طيور البوم، يطلقون عليه اسم أنعوشة. تتسلل مع غروب الشمس إلى مضاجع الأطفال الرضع، تمتص ألسنتهم أو أدمغتهم أو تقف على صدورهم مسببة لهم الاختناق، انتقاماً من الأمهات في تونس اللواتي يعلقن في مداخل منازلهن غرابيل لحمايتها من تطفل النعوشة. تقول الأسطورة إن النعوشة هي في الأصل امرأة رزقت قديما بولد بعد طول انتظار، وفي إحدى المرات طلبت من ابنها إحضار غربال من إحدى الجارات، ولكن وبسبب تأخره بالعودة انهالت عليه ضربا حتى الموت، ولم تتقدم أي من نسوة الحي لنجدته. ومن فرط حزنها على طفلها تحولت فجأة إلى طائر بوم ضخم ومرعب، وتعهدت بالتربص لأي طفل صغير خاصة بعد غروب الشمس، وبمجرد رؤيتها الغربال تتذكر موت ابنها وترأف بأي طفل وتذهب في حال سبيلها. تنتشر خرافة نعوشة في عديد الدول العربية، ويسمى هذا الطائر في ليبيا مثلا أنعقة.